بسم الله الرحمن الرحيم الى كل الجالسون امام الشاشات، الى عاشق القلش ومحب الافهات، سلم لي دماغك من غير حساب. اللي اسمع لها اكيد هي اللي مخليها جسمك عامل زي الخرزانه. خش يا حبيبتي جوه، انت احسن تستهوي. الزوء مش بطال طقت والما طقت، ناخذها بزاد وخاوة، ناخذها بزاد وخاوة. ما لا تلعب ويانا، ما لا تلعب ويانا. بقول الوداع انا اللي عامل الناش، قطع عليكم يا حاش. الحمد لله انا حاسه بأنوثتي، مش محتاجه شهادتك، كفايه بصت الناس عليا في الشارع. ركب وزي المجاز وكلكم ورايا. ها الله، بشاره واحده اجيبكم كده وكده كده كده وكلها عارفه ريحه الخروف اللي بتشوي مجننه امي. مناخيري مناخير مين يا مو؟ مناخير كبيره مش هريب. وانت حيلتك ايه يتسرق؟ ده انت شحات. بيه اظهري يا بيه. ظهر انت يا بنت، ما تروحي تبصي لنفسك في المرايه والنبي. نقول له مش على الضلمه. خلاص يا عايز اكل. ما بتخدش يا حبيبتي، ماما عارفه عني كل كازوراتي وعلاقاتي مع الشباب في قلب المناطق. ادي الله وادي حكمته. باين عليا شوقي ليك وانت مشتاق. ام احمد اهلا بالعروسه. بتصدق قد انت اللي ابن لذينه؟ سي نسخه بيتزا دي فين؟ في ايه والالكتريك ايه يا سيزا؟ ايوه استعراضيه عشان كده طلقهم علينا. تشيك 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 تشيك، من يومك وعندك ميول تبقى وراني. امشي جنني العقل ويجيب رجلي. تعيش انت يا حاج، قلت امك تعيش انت يا حاج. التخين يا واي جيب رجل التخين ما تشوف يا خلق الهول. ايوه عليه ايوه تعين زيك حبيبي يا بابا. انتوا تحبوا تشوفوا مين واحنا جانجستات؟ اوكي اوكي وتكون جي. بس يا جزمة منك ليها. ايه يا استاذ في ايه؟ ايه مدام دي؟ تضارير مش شايف؟ وديني الكلام ببلاش، مش بشوف استاذ صحيني والشباب. انا الحقيقة دلوقتي مش شايف حاجة خالص، لان ما شاء الله حضرتك حجبت زاوية الرؤية. بتسيع ابن خالتي وانا كارف للكلام. في ايام لبنان لما انا كنت ماضي نسوان. اللي هيضحك تاني هبلعه. صغري سن السلطان زماني، صوتي من دماغي صايل. من اللعيبة يا فاجر. تلي يا واد انت شقاوة بقى ولا عشان اللهم صل على النبي. جامدة جامد روحي فيك متعلقة يا ماما. يلا بسرعة اي وقت هذا افتحي بقى ما تبطل يا واد انت شقاوة بقى. بلغ عنك الاموال يا عم يا زفلة وهطلع شاهد. اقسم بعز جلالة الله لو طلعوا مدين محمد ده هيخلوا لا كبير ولا صغير. سؤال وجيه من انسان تافه. كبير هلو صغير ماشي ارحموا ابونا. كفايه اللي احنا فيها على المسك. وشوفوا حل للسجاير دي، انا بقول لكم ده عيش. هو انت ايه حلوف جبل لما بتحسش خالص؟ ما ممكن توافي؟ طبعا انا اصلا خريجه اعلام. مع اي حد؟ لا خالد يوسف مثلا. انت بتتكلم يا ولا؟ نعم انت بتتكلم يا ولا. لا بكاكي بك 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 بك. لا خالد استاذ. لا استاذ كبير وبيوصل لاعلى المراتب. علي النعمه انت بتتكلم صح. طبعا بيتكلم صح. ازاي بس يا مرسي؟ الراجل بيتكلم صح. لا
مراتب في البيت بقى واستأذنك انا همشي. لا 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 عشان تقول لي مراتب. خلص انتوا حبوا حفاضة جود كير؟ الضحكة دي يا الناس وكوتي كوتي يا خلاص. تستر اللي بتستر ده احنا غلابة وصحتنا ضعيفة. كعلامة تجارية مش بتراكية لا ولا اغنية لو فاكرين انكم بتطير ماما. لا لا يا ابني احنا محتاجينه محتاجين. اسمي بيتكلم من ورا ظهر انت بتلوك وتشوف وش تبص وتسلم. صغيرين بس طب ما انا صغنن عمالة بتقول في حرامي حلق علق كماشة مظلوم يا سعادة الباشا يا دلوسة الطين فين وانا فين ده انتو شوية عيال انا نعم ده انا متربعة على عرش القمة الاربع سنين اللي فاتوا مش اي واحدة انا ماما المجال عشت تعالي نحسبها بالعقل هيكلمك انت ليه يا ماما وده اصلا موسم اللي هتطلع مع الساحل مع الحصان واتفسحنا سوا وعدتو بالحنان هيكلمك ليه انت يا حبة عين امك يلي بتروح الساعة 9 و 10 بالليل وعدني بالهوى رقص الحصان بعد كل دقيقة زيادة زي ثروة نجيب سويرس بالظبط كل شوية بتزيد شوية بحبك وقعتيني يا سوا بغير عليك من الهوى رحلة أنا في رحلة وأنت في رحلة وكلنا في رحلة ولي 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 إحنا نفعل وإحنا يدول روسه ما تهمنا لدي هذا الشبل من ذكى الأسد مية مسا على عيون الكويسة حط قد فين اي نعم انت مزه وحلوه وزي القمر وعينيك دبالي وشعرك لولالي حد ما عندوش قلب اركن العشره دي على جنب ده انت نص كلامك كده انت مش تسمع الناس ضباعها حلوه وناس ضباعها وحشه لنفسي بقى تبطل حوارات انت ملك يا اخي ده انتوا تخلوا المؤدب قليل الادب يا مغروم بيا مغروم يا انا يا بختي اوري وهبقى لغيكي ممكن رقم تليفونك عشان الغيكي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة